راحوا في 2500 سيارة إسعاف متمركزة في جميع محافظات الجمهورية بجوار المقرات الانتخابية. هذه السيارات تتحرك بالاستدعاء من خلال الرقم 123، يتم التوجه إلى المقر الانتخابي لنقل أي حالات مرضية أو حالات مصابة إلى آخر المستشفيات. المحور الثاني هو المستشفيات، وتم رفع درجة الإسعاف داخل أقسام الطوارئ والرعايات المركزة وجميع المستشفيات بحيث تكون مستعدة لاستقبال أي حالات مرضية أو أي حالات طارئة نتيجة إصابات تحدث في أي مكان من المقر الانتخابي. وتم توفير الأدوية، أكياس الدم، بالإضافة إلى تعليمات معالي الوزير لجميع مدير المستشفيات وإدارة المستشفى تتواجد من الفترة الصباحية حتى انتهاء مواعيد الانتخابات خلال هذين اليومين. المحور الثالث هو غرفة إدارة الأزمات. هذه الغرفة في وزارة الصحة تعمل 24 ساعة بداية من الأحد حتى يوم الأربعاء إن شاء الله. هذه الغرفة تقوم بالاتصال بجميع المحافظات في خط مفتوح بيننا وبين مديري مديريات الصحة داخل المحافظات، مدير الإسعاف داخل المحافظات، مدير الطوارئ داخل المحافظات. يتم الاتصال على مدار الساعة للإبلاغ عن وجود أي حالات أو وجود أي شكاوى أو وجود أي خصوص في الخدمة الطبية. الغرفة أيضا قامت بتجهيز فرق انتشار سريع للتحرك إلى أي محافظة إذا كانت هناك أحداث. بالإضافة إلى ذلك تم إعطاء تعليمات هيئة الإسعاف المصرية لتوفير وتجهيز جميع إمكانيات الهيئة من إسعاف نهري أو إسعاف طائر للتحرك عند الحاجة، خاصة في المناطق النائية. لو كانت هناك حالات تحتاج إلى نقل الإسعاف الطائر سيتم تفعيل إسعاف الطائر، لأنه يوجد بروتوكول تعاون بين القوات الجوية وبين هيئة الإسعاف المصرية، وسيتم نقل حالات بواسطة إسعاف الطائر إلى المستشفيات المتقدمة داخل القاهرة لاستكمال العملية.